مدينة الحديدة تشهد معركة تحديد المصير، فمنذ 5 أشهر من معركة المطار بقي مصير المدينة وميناؤها بين الجمود والمواجهة في ظل ما يصفه المراقبون بعدم الوضوح في أجندة التحالف والضغط الكبير الذي مارسه المجتمع الدولي للحيلولة دون اندلاع معركة عسكرية حاسمة في هذه المنطقة. المفاجأة تحققت خلال معارك اليومين الماضيين إثر استئناف القوات الموالية للحكومة عملية عسكرية هي الأكبر منذ 5 أشهر، وساهمت في تحقيق التفاف سريع على الأطراف الشرقية للمدينة بعد أن أحكمت سيطرتها على المدخل الجنوبي. تقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في هذه الأثناء تحت ضغط عسكري غير مسبوق بعد إحكام السيطرة على محيط المدينة من الاتجاهات الجنوبية والشرقية ومن جهة البحر، في وقت اضطرت فيه الميليشيا إلى إغلاق المنفذ الرئيسي المتبقي لها باتجاه الشمال والمعروف بطريق الشام والذي يبدأ من ميناء الحديدة، ومنعت المسافرين من المرور عبر هذا المدخل فيما لم يبقى سوى 3 كيلومترات لاستكمال خطة محاصرة المدينة في حال الانتهاء من السيطرة على هذا المدخل. بعد السيطرة الكاملة على كما تشاهدون على الاسفل الامداد الرئيسي اللي تعتبر شريان الرئيسي لميليشيا الحوثي على كيلو 16 وكيلو 10 وكيلو 7 وقولة يمن موبايل وقولة الغراسي، الآن نذهب لتطويق آخر منفذ التي تم منح له الحوثي لمدة شهر ولكن لم يعي ولم يجتمع لهم، فأبى إلا أن ينتحر وأبى إلا أن يموت في أراضي تهامة. فنحن الآن طوقنا المدينة بكم الاتجاهات كما تشاهدون. حتى الآن تجاوزت القوات الموالية للحكومة مدينة الصالح السكنية الواقعة على الأطراف الشمالية الشرقية للحديدة ووصلت إلى شارع 90 الذي يخلو بحسب مصادر ميدانية من الألغام، وتقوم حاليا قوات من ألوية العمالقة بمحاصرة عشرات القناصة تابعين للميليشيا في مدينة الصالح وتدعوهم إلى الاستسلام وإلقاء السلاح. وبالتزامن مع عملية الالتفاف الناجحة هذه خاضت القوات الموالية للحكومة معركة عنيفة ومتواصلة باتجاه جامعة الحديدة جنوب غرب المدينة وسط انسحاب وهروب مستمر للميليشيا من مواقع الاشتباكات. ويؤدي طيران التحالف الحربي والمروحي دورا أساسيا في المعركة عبر استهداف التجمعات والآليات العسكرية والاستحكامات والتحصينات والقناصة التابعين لميليشيا الحوثي وسط مدينة الحديدة، حيث عمدت الميليشيا إلى حفر الخنادق وقطع الطرقات والشوارع الرئيسية بالحاويات في محاولة لمنع أي تقدم للآليات العسكرية وخصوصا في شارع 50. إنسانيا أفادت مصادر محلية بأن عددا كبيرا من الأسر الساكنة في نطاق المواجهات باتت محاصرة في منازلها وغير قادرة على الخروج منها وسط ظروف إنسانية صعبة، فيما أفادت الأنباء بمقتل مدني وإصابة آخرين إثر سقوط قذيفة على مصنع يماني في وقت لا تزال فيه المعارك على أشدها بانتظار حسم يبدو أنه قريب جداً.